أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحان من لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. سبحانك ربي أنت الذي تحب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي جعل الله الصلاة عليه مغفرة للذنوب وتفريجا للكروب. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج فصل على المختار وصل على المختار من آل هاشم وسلم فإن الله يأتيك بالفرج. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجهة إذاعة القرآن الكريم من المسجد الكبير في شبرا اليمن مركز زفتا بمحافظة الغربية، حيث نلتقي وإياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بالليالي شهر رمضان موسم المتقين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين. كم في رمضان من البركات والخيرات، فطوبى لمن عرف قدره واغتنم اوقاته وساعاته بالتقرب الى الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ورمضان ايها الاحباب كالقلب في الصدور وكالحرم في البلاد وكالأنبياء في الأنام، فيا من طالت أجره لمولاه ها هي أيام المصالحة والمصافاة توشك على الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل الذين قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل
البرلماني والأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم بطنطا والزميل والمخرج الكبير الأستاذ عبد العزيز عمران ومعنا من قراء الإذاعة ابنكم المحبوب الشيخ عبد الناصر حرق ومن مبتهليها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أيها الأحباب خير استهلال لهذا الاحتفال المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الناصر حرق يتلو علينا آيات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حاضر يا شفار، حاضر حاضر، كله جاي. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. فين الصوت؟ والله صوتك ما محتاج حاجة. الله يحفظك حبيبي. والله ما محتاج ميكروفون ولا محتاج سماعات. إن في ذلك لعبرة. لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء.
أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشاها حاضر 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 يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها الله الله
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.